من جريدة الأخبار نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، وجاء بعنوان نبع الخراب التركي لماذا يقف العالم ساكنا، وقالت العدوان الهمجي الوحشي الذي تقوم به تركيا على سوريا وأسمته نبع السلام وأسميه نبع الخراب رغم كل الإدانات الدولية، إلا أنني أرى أن العالم لم يواجهه بشكل جدي، لم ينعقد مجلس أمن طارئ، لم تدع قوات مسلحة للدفاع عن الشعب المسكين الذي يعاني من الحرب والدمار والخراب، ولم يستطع التقاط أنفاسه ولو للحظات. حرب قمعية من إرهابي داعش، تليها حرب إبادة من نظام أردوغان الإرهابي. مصر ممثلة في رئيسها البطل عبد الفتاح السيسي، كانت أول دولة تدين هذا الإرهابي والعدوان والحرب غير المبررة، وطالما حذرت العالم من أردوغان ومن دعمه للإرهاب والإرهابيين وإيوائهم في تركيا، والذي اتخذ من قضية اللاجئين السوريين ورقة لابتزاز الاتحاد الأوروبي وتهديده، على عكس موقف مصر الذي أشاد به العالم عندما فتحت أبوابها للأشقاء السوريين. وفي كل مناسبة يتحدث فيها الرئيس السيسي لا نجد منه إلا كل الاحترام والحب والترحيب بأشقائنا. لم نسمع مرة أنه طلب دعما أو مساندة من أوروبا أو أمريكا. ما فعلته مصر كان من باب مساندة الأشقاء كعادتها دائما. لم تفرق بين لاجئ سوري أو مواطن من مصر، استوعبتهم كأنهم أبناؤها ورحبت بهم وفتحت أمامهم فرص العمل والاستثمار والنجاح ليشعروا أنهم في بلدهم، ولا وجود لكلمة لاجئ أو مهاجر، ولكن شقيق يمر بأزمة. موقف محترم ثمنته كل دول العالم. الحرب التركية على سوريا كشفت عن الوجه القبيح لأردوغان وأطماعه التوسعية ومحاولاته البائسة لاسترداد عرش الدولة العثمانية على حساب الدول العربية. منذ اليوم الأول للأزمة السورية وهو يتاجر بالمهاجرين السوريين، ويبتز الاتحاد الأوروبي ويهددهم بفتح أبوابه للاجئين للنزوح إلى أوروبا، ففي رسالة تهديد وإنذار قال أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر، وهو عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا حاليا. وتابعت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح قائلة عملية قميئة بدأها أردوغان الأربعاء الماضي أطلق عليها نبع السلام، وهي من وجهة نظري يجب أن نطلق عليها نبع الخراب والإرهاب والتعدي على الآمنين وإطلاق سراح الدواعش المجرمين الذين روعوا العالم كله وزعم أنها لخلق منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بين سوريا وتركيا، والهدف الأساسي هو نشر الفوضى والإرهاب ليس في سوريا فقط ولكن في العالم كله بعد هرب مقاتلي التنظيم الإرهابي داعش. وبالطبع سيقومون بعمليات جديدة، فقد قصف سجنا كان يضم معتقلي داعش، مما يعني هروب أكثر من 12 ألف سجين من عناصر داعش أو المشتبه في انضمامهم للتنظيم الإرهابي. وأعتقد أن هذا هو هدفه الأساسي من العدوان على سوريا، فجميعنا يعلم مدى عمق العلاقات بين نظام أردوغان وهؤلاء الدواعش. متى يتحرك المجتمع الدولي ويتحمل مسؤولياته أمام شعب يتمزق ويباد وتغتصب أرضه وتهدر كرامته؟ فقد أصبحنا لا نعرف متى يتحرك العالم ومتى يصمت، هل حفاظا على البشر الذين يموتون ويبادون أم حفاظا على مصالحهم؟